بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكر معهد الإدارة العامة على إتاحة هذه الفرصة من خلال سلسلة الويبينارز اللي احنا نقدمها والمحاضرات الإلكترونية، وحي يعني المنضمين لنا من خلال تطبيق زوم من خلال قناة معهد الإدارة العامة على اليوتيوب. طبعا احنا قاعد نتحدث اليوم عن يمكن ظاهرة كلنا عايشناها وكلنا كانت جزء من حياتنا خلال الفترة الماضية وإلى الآن، يعني حتى احنا لقائنا اليوم عبر زوم هو يدخل يعني من في إطار التقنيات اللي اضطر العالم اللي هو يلجأ إليها خلال أزمة وباء كورونا. طبعا هذه السلسلة من المحاضرات الإلكترونية احنا نقدمها تحت عنوان ظواهر إدارية، هي سلسلة أطلقها معهد الإدارة العامة مبنية على عدد من المقالات العلمية في اللي داخلة في علم الإدارة، وطبعا ممكن أن تطلعون عليها من خلال موقع المعهد. هي مدعومة برسوم انفوغرافيكس توضيحية وكذلك فيديوهات توضيحية. إن شاء الله المحاضرة اليوم تكون يعني مو طويلة، قصيرة وخفيفة، وتكون يعني نفس ما تقول بداية زينة حق نهاية أسبوع، إن شاء الله تكونوا مستمتعين فيه. طبعا إحنا قاعد نتكلم اليوم عن بعض الأمور اللي كانت نتيجة لتداعيات كورونا. طبعا البداية كلها كانت مع الوباء اللي ظهر في أواخر 2019، ظهر في ووهان الصينية وبدأ ينتشر في العالم وسط قلق من أنه هل هذا وباء بس بيكون موجود في دولة واحدة في قارة واحدة ولا بيكون وباء عالمي. طبعا الكل عارف شلون انتشر. وصلنا إلى 11 مارس 2020، في هالتاريخ منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كوفيد 19 على أنه وباء، وطبعا البروتوكولات بخصوص الأوبئة مثل ما احنا عايشناها شلون شفنا الإجراءات اللي تم اتخاذها. من ليش منظمة الصحة العالمية اعتبرتها وباء؟ خلينا نتابع هذا الفيديو اللي بيوضح لنا. المسوغات او المبررات اللي خلت منظمه الصحه العالميه تعتبر كوفيد 19 وباء عالمي، ويتحتم على الدول انها تاخذ اجراءات معينه للتصدي له. كانت في هناك عديد من الاجراءات هدفها ان احنا نمنع انتشار الفيروس حول العالم، وفي نفس الوقت كان التحدي ان كيف الانسان يصد كل هذه القيود اللي كانت تحد من يعني تحركاته أو أنه يعيش حياته الاعتيادية. طبعا هدف الإجراءات كان لمنع الاختلاط البشري، لأن مثل ما نعرف وأنتم عارفين كوفيد 19 ينتشر بشكل سريع جدا كان في تلك الفترة، وبالتالي كان الخطر هو تفشيه من خلال التجمعات الإنسانية الكبيرة، بالتالي كانت في إجراءات لمنع الاختلاط. طبعا منع الاختلاط بعض الدول اتخذت إجراءات جدا إكستريم، كان في هناك حظر كلي، بعضها حظر جزئي. يمكن احنا عايشنا في البحرين، ان البحرين ما اضطرت والله الحمد ان هي تروح للحظر الكلي او الجزئي، الحمد لله اول ما ظهر الفيروس وكلكم تابعته. في الصين البحرين اتخذت إجراءات بتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان وسمو ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه، حياه لا يمكن ان هي خلاص توقف وتنقطع، خاصه ان انقطاعها او تضرر او توقف بعض القطاعات يعني بالمعنى الصريح انه هو خساره اموال،
بالتالي خسائر في العناصر البشرية. ويمكن لاحظنا في أوروبا أو الدول الأجنبية كثير من الناس فقدوا وظائفهم، كثير من المؤسسات انهارت ماليا، فكان التحدي الديمومة كيف تستمر، الأعمال شلون نواصل فيها. بالتالي كان العالم مضطر يلجأ للحلول التقنية نفس ما نقول، أو الحلول الإلكترونية. واحد من قاعد نتكلم فيه اللي هو منصة زوم، طبعا كان اللجوء للحلول الإلكترونية بموازاة التسارع إلى الرقمنة. يعني العالم اتجه إلى الرقمنة منذ سنوات طويلة، وكثير من العمليات صارت تحولت إلكترونيا، لكن بسبب كورونا زادت هذه الوتيرة. طبعا هي انتشر مصطلح كلنا نعرفه، العمل على البعد أو العمل من المنزل أو العمل بعيدا عن المكاتب، وكان الهدف أن احنا نقلل الاختلاط البشري على أساس أن نمنع تفشي الفيروس وزيادة عدد الحالات. مرينا بهالتجربة احنا في البحرين، وصلنا لمراحل معينة حتى قبل تطبيق نظام الإشارة الضوئية، كانت في هناك نسب معينة للموظفين اللي يجب تواجدهم في المكاتب، عدد أو نسبة أكبر للناس اللي تعمل من المنزل، حتى المدارس تحولت إلى التعليم الإلكتروني. بعض القطاعات كانت تضطر أن تخلي في مواقع العمل عناصر معنية بمهام معينة على أساس أن العمل لا يتوقف، مثل طبعاً الآي تي، الموارد البشرية والمالية. في بعض البحوث وبعض يعني المفكرين في علم الإدارة كانوا يقولون بسبب احنا لجونا الى العمل عن بعد واستخدام التطبيقات، شو اللي يمنح الموظف ان اليوم يعمل على شاطئ البحر، يمكن مثل الصوره اللي نشوفها، او انه يعمل من هنقول كوفي شوب، او انه يعمل وهو مسافر. فهذه التقنيات وفرت لنا خيارات جدا كبيرة غير معنية بوجود الشخص في مكان معين وفي زمان معين، طالما المعيار هو الإنتاجية. هل هو مفهوم جديد؟ نحن نعمل عن بعد، انتشر المفهوم وتم استخدامه بشكل كبير بعد ظهور فيروس كورونا، لا، والبعض اعتبر أنه هو خلاص هذا الخيار المستقبلي، وهذا احنا قاعد نتكلم عن يعني ثورة قادمة في الأعمال. لكن المفهوم بحد ذاته مفهوم مش جديد، مفهوم هو قديم، ويمكن حتى احنا يمكن في هالسلايد تشوفون انه من السبعينيات اللي شهدت طفرة يعني الاتصالات من خلال الهواتف، واللي كان كثير من أصحاب الشركات يتابع مثلا شركاته والمصانع من خلال الاتصال. وهذه طبعا ممكن ان احنا نعتبرها مجازا، عمل عن بعد في إدارة المنظومة من خلال التقنيات اللي موجودة. فبالتالي مفهوم العمل عن بعد مفهوم مو جديد، ما ظهر مع كورونا، لا، تعزز وجوده مع كورونا وتطور في سواء مفهومه كمصطلح أو استخدامات الأدوات اللي قاعد تدعمه، مثل الوسائل التكنولوجية الجديدة والتطبيقات اللي بنشوفها بعد شوي. طبعا مثل ما قلنا التطورات أجهزة الاتصال، شفنا التطور الرهيب في التليفونات الذكية، الألواح الذكية. اليوم مع كورونا أظهرت كثير من التطبيقات اللي يتوفر لنا عملية الاتصال المرئي، سواء عقد اجتماعات أو كثير من الأمور. بعض هذه التطبيقات كانت موجودة قبل، يمكن تتذكرون السكايب، تتذكرون حتى الفيسبوك شات وغيرها الواتساب فيديو وغيرها من التطبيقات كانت موجودة، لكن كانت تستخدم يمكن كاستخدامات شخصية، سواء عن يعني اتصالات يعني خارج نطاق الدولة، أو بعض الفيديو كونفرنس اللي كانت تطبقها بعض الشركات. لكن صار الاستخدام أكبر لهذه التطبيقات خلال كورونا، وعلى أساس أن احنا نضمن ديمومة العمل وعقد الاجتماعات عن بعد. طيب شلون نعرف العمل عن بعد؟ معهد الإدارة العامة من خلال يعني التطوير المعرفي اللي يقوم فيه يحرص دائما أن يقدم حق سواء
المتدربين فيه أو سواء اللي يطلعون على المحتوى المعرفي سواء في موقعنا الإلكتروني أو دوراتنا، يحرص أن يقدم مصطلح خاص بالمعهد، مصطلح مبسط يقرب الفكرة والمعنى للمطلع. طبعا احنا عرفنا العمل عن بعد باعتبار أنه هو نظام عمل مرن يتجاوز حدود الزمان والمكان، بحيث يربط بين أفراد المؤسسة الواحدة باختلاف مستوياتهم الإدارية عبر تطبيقات إلكترونية مبنية على تقنيات المعلومات والاتصالات، تمكنهم من القيام بكافة الأعمال دون ضرورة للتواجد في مواقع العمل. طبعاً هو العمل عن بعد ينقسم إلى قسمين أساسيين، طبعاً يا أنه هو عمل كلي باعتبار أن كامل المهام يعني تتم خارج العمل، خلاص ما يحتاج أنك تجي المكتب، كل مهامك انت قاعد تأديها من خلال التطبيقات الإلكترونية، من خلال الابليكيشنز المعتمدة سواء زوم وغيره والامور دي كلها. او ان النوع الثاني يكون عمل جزئي، باعتبار انه ممكن نحن نقسم مهام العمل ما بين امور انت تقدر تسويها بعيد عن المكتب في المنزل او اي مكان ثاني. انا ارد اكرر على موضوع الناس دائما تقول العمل خارج الدوام معناته العمل من المنزل، لا مو العمل المنزل. يعني لو احنا نرجع لشهر 12 في المحاضره اللي عقدتها بيبا ضمن بيبا توك، كان البروفيسور ماثيو جريفن كان يتكلم اليوم عن ان الثوره اللي سببتها كورونا في استخدام التطبيقات خلت كثير من الناس نفس ما قلت يشتغلوا في البيت، يشتغل مو مهم مكانك، المهم انتاجيتك وهي المعيار. ارجع حق الجزئيه، العمل الجزئي اللي هو مبني على تقسيم العمل ما بين العمل خارج حدود المكتب أو مكان العمل، وما بين وجود بعض المهام اللي تتطلب تواجدك في العمل، مثل ما بين بعض يعني الوظائف مثل ما شفنا الحين التكنيشن، أخصائيين الشبكات، الموارد المالية، الموارد البشرية. وطبعا احنا بعد استخدمنا أسلوب العمل الجزئي سواء في نظام الإشارة الضوئية بمختلف مستوياته، أو حتى في توجهات الدولة من خلال إجراءات جهاز الخدمة المدنية اللي تذكرون تحددت النسب، أن في هالفترة نسبة الحضور 30% أو نسبة الحضور 50%، والحين رجعنا إلى 100% في إطار اللي هو اللون الأخضر. نتكلم عن إيجابيات تطبيق العمل عن بعد. هي فيها إيجابيات كثيرة، لكن إحنا ارتئينا نحدد 7 إيجابيات أساسية. وكل اللي تعامل مع في هذا الأسلوب وخضع ل يعني أخضع عمله إلى العمل عن بعد، ممكن حسب القيادات وأصحاب القرار في الأعمال. طبعاً أولاً المرونة في الوقت. النظام العمل عن بعد طبعا خلق لنا أريحية وسيطرة أكبر على الوقت. الفرد قدر يقسم حياته ما بين شغله وحياته الشخصية، قدر أنه هو يوزع عمله في أوقات معينة، فبالتالي كانت في مرونة. خلينا نكون صريحين، كانت مرونة لمستوى كبير جدا. طبعا وفر كثير من التكاليف المرتبطة بتشغيل المكاتب ومواقع العمل. طبعا احنا ما قاعد اتكلم عن يعني انتم تشوفون نقطة انه وفر علاوات التنقل والعمل الاضافي ومصروفات السفر. طبعا علاوات التنقل يعني يمكن العمل الحكومي يختلف عن العمل الخاص بالمؤسسات الخاصة، وخاصة اللي شفناها في الدول الأجنبية تضررت كثير بسبب كورونا، في هناك خسائر مالية للأسف وصلت إجراءاتها حتى إلى الاستغناء عن الموظفين، أو على الأقل قطع بعض العلاوات ويعني وقف العمل الإضافي. لكن الحمد لله يعني احنا نتكلم عن تجربة حكومة مملكة البحرين اللي حفظت لكل الموظفين الحمد لله حقوقهم، لم يمس أي شيء، حتى مع يعني هناك أكيد خسائر مالية تكبدت الدولة بسبب أن الاقتصاد انشل تقريبا والتداعيات ذي كلها. لكن البعض استفاد من تطبيق العمل عن بعد في توفير بعض التكاليف، يعني مثلا بعض المكاتب ما كانت فيها موظفين، فالطاقة الكهربائية ما تستخدم كلها، أو حتى شبكة الاتصالات لا تستخدم، والتليفونات وغيرها. ممكن أنتم تتخيلون أوجه خفض المصروفات باعتبار أن المكاتب شبه فاضية. طبعا نتكلم عن مصروفات السفر،
هذه أكيد من الأمور اللي تم توفيرها خلال جائحة كورونا بسبب إجراءات السفر، وطبعا هذه كلها ميزانيات مرصودة تم توفيرها. الإيجابية الثالثة أن كان هدفها حماية الموظفين خلال الأزمات والظروف الصعبة. طبعا ليش احنا طبقنا العمل عن بعد؟ ليش ان اصرت الحكومه ان تكون في نسبه بسيطه من الموظفين يداومون؟ وطبعا في كل مكان في العالم الاجراءات اختلفت، لكن صبت في نفس الاتجاه. كان الهدف ان نحمي المواطنين من الاختلاط او الموظفين ونمنع انتشار هذه الفيروس. كانت في ايجابيه رابعه تتعلق بالهياكل الإدارية في مواقع العمل وأيضاً العمليات الإدارية. يمكن الظروف اللي حتمتها كورونا بينت حق أصحاب القرار في بعض الأعمال وخاصة في القطاع الخاص وجود نفس ما نقول إحنا نسميه الوزن الزايد أو الفات الإداري في بعض الوظائف، في وظائف يمكن زيادة عن حاجة الهيكل الإداري. فبالتالي كانت كورونا فرصة أن لتعديل بعض الهياكل، لتحريك بعض المسؤوليات، لتغيير بعض المهام، ونفس الشيء عززت من يعني تعديل العمليات الإدارية بحيث أن اتجهت أكثر إلى الرقمنة. يمكن إحنا نشوف البحرين خلال فترة كورونا صح أن طبقنا نظام الحكومة الإلكترونية من سنوات، لكن شفنا شلون كان في هناك تعزيز دائم للخدمات المقدمة، زيادة للخدمات، وللحين احنا مستمرين في هالجانب. هذه كانت من الحسنات اللي يعني سببتها الجائحة ان احنا سرعنا في الرقمنة، وكثير من الخدمات صارت إلكترونية اليوم، بحيث ان انت ما تحتاج الا هاتفك الذكي او اي جهاز انك تدخل وتخلص معاملة. تطوير الأنظمة الإلكترونية صارت الحاجة الملحة اليوم، ويمكن بنشوف بعدين في بعض السلايدات أن من وظائف المستقبل اللي بيصير عليها طلب هم المبرمجين والأشخاص المعنيين بالأنظمة الإلكترونية والحواسيب وغيرها من هالأمور. بالتالي كانت فرصة أن احنا نطور كثير من الخدمات على أساس تكون إلكترونية. ايضا كثير من انظمه العمل الداخليه مثل الاي ار بي وغيرها من الاعمال، خلاص انا اقدر وانا في مكاني ادخل على السيستم في نظام العمل وامشيه، سواء اجازات الموظفين سواء التقييم وغيرها غيرها غيرها من العمليات. احنا مثلا معهد الاداره العامه عندنا انظمتنا اللي معنيه بتدريب التدريب، حتى الدورات اللي تكون داخل القاعات عندنا ويمكن التسجيل لها إلكترونيا، ممكن معرفة كل التفاصيل الإلكترونية دون الحاجة للحضور أو حتى دون الحاجة لرفع السماعة. محاضرات إحنا الإلكترونية هذه كل واحد قاعد في مكانه، أنا بعرف في ناس قاعدة في مكاتبها، يمكن واحد الحين قاعد يتابعنا من تلفونه، يمكن واحد قاعد في طراد يحدق ومشغل الآيباد مال وغيره. ما اضطريتوا إن أنتوا تيون حق هالمكان أو تحضرون في قاعة، مجرد باستخدام النظام الإلكتروني اللي عندك أو التطبيق اللي قاعد تستخدمه. تطوير الكوادر الإدارية، التدريب يفترض أنه ما يتوقف خلال الأزمات، لأن الأزمات هي أصلاً فرصة للتعلم. بالتالي اللي لوحظ أنه كان في هناك اتجاه كبير لتعزيز مهارات الفردية من خلال إخضاع الموظفين وحتى العامة لدورات إلكترونية، ويبينارز وغيرها من الأمور. احنا حين في واحد من الأمثلة احنا في محاضرة إلكترونية على تطبيق زوم. طيب هني في نقطة جدلية من ضمن المخاوف كانت لدى بعض يعني المدراء أو أصحاب القرار حول العالم، أن العمل عن بعد لا سلبيات. أوكي في إيجابيات أن احنا بنضمن استمرار العمل يمكن بنسبة معينة، بنضمن أن ما يصير في شلل في القطاعات، بنضمن أن حتى الحركة المالية والاقتصاد أن ما ينشل يعني عن آخره، لكن كان الخوف أن في سلبيات في أسلوب تطبيق العمل عن بعد، خاصة مع يعني تحدي اللي هو صعوبة المتابعة لإنتاج الموظف بشكل يومي من قبل مسؤولة أو صاحب القرار. لكن في دراسات بينت أن نسبة الإنتاجية زادت لدى الموظفين. عندنا مثال
كان في استطلاع للإنتاجية بالفعل ما تأثرت من خلال تطبيق العمل عن بعد، بل بالعكس كان في هناك حرص من كثير من الأفراد أن يثبت أن حتى وجوده في المنزل ما قاعد يأثر على إنتاجيته، وأنه هو ممكن أنه هو ينتج ويبدع ويستمر في العمل حتى بدون وجوده في المكاتب. طبعا أنا كل الكلام اللي قاعد أقوله كإيجابيات أنتم يمكن مريتوا فيه وحسيتوا فيه، باعتبار أن احنا كلنا تأثرنا بجائحة كورونا وكلنا اضطرينا إلى العمل عن بعد. طيب احنا أساسنا نضمن التطبيق الأمثل لهذه الآلية. طبعا احنا هني قاعد نتكلم عن التحديات. كثير من المسؤولين يقول لك أنا لا، أنا بيهم يدومون لأن أنا ما أقدر أضمن هذه قاعد يشتغل، قاعد يلعب، رايح طالع، أدور في وقت الشغل أبي شغلة معينة ما حصلها. أوكي، هذه تحديات ومخاطر موجودة في أي أسلوب عمل. شلون إحنا نحاول نتفاداها؟ من خلال التخطيط الصحيح. ففي البداية لازم لأي بروسيجر، لأي أسلوب، لأي استراتيجية لازم في هناك تخطيط واضح حق عمليات التنفيذ. مهم جدا أن تكون في هناك خطة لكل المهام الوظيفية. هذه الخطة مو المسؤول عنها فقط المدير أو المسؤول أو الوزير أو الوكيل أو صاحب القرار، لا، مهم جدا أن احنا نشرك الأفراد أن يحطون ويعدون خطتهم بنفسهم ويقدمونها لمسؤولينهم، لأن هذه الخطة اللي أنت تتم متابعتك عليها. طبعا شلون انا احدد ان هذه الموظف قاعد ينتج، هذه الموظف قاعد ملتزم بشغله؟ لازم في هناك تكون في معايير او بالاحرى معيار يحدد نسبه الانجاز، سواء نسبه انجاز يوميه او نسبه انجاز اسبوعيه او شهريه على حسب وظيفه كل شخص. طيب حددنا، خططنا حق التنفيذ، حددنا نسبه الانجاز. الجلوس في المنزل أو العمل عن بعد أحياناً يخلي الشخص يتكاسل أو يتخاذل، أو أنه هو يقول أنا ما عليش ما بشتغل الحين الصبح، بأجل للعصر، بأجل للليل. لازم في هناك إدارة وقت، وإدارة الوقت هذه لازم يكون في اتفاق بين المسؤول وبين الموظف، بحيث أنه ما تكون يعني مدى زمني مرن جداً إلى ما لا نهاية. لا، لازم في هناك تكون محددات ومدى زمني يمكن أن نقيم من خلاله أداء وإنتاج هذه الموظف. طبعا من المهم جدا نحن نعزز مهارات الاتصال بين الزملاء وفرق العمل من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة. اليوم يفترض أن ما في موظف حكومي عندنا ما يعرف يستخدم هذه التطبيقات. ما من يعني المؤلم أن إذا بنشوف أحد ما يعرف يستخدم تيمز ولا يعرف يستخدم زوم على الأقل في الدخول للاجتماعات والمشاركة. فبالتالي أنت ما بتقدر تنتقل لآلية العمل عن بعد أو تحافظ عليها إلا لما كل الموظفين ملمين باستخدام هذه التطبيقات. طبعاً مو بس ملمين بالاستخدام، لازم أنت توفر لهم هذه التقنيات، سواء كانت يعني أجهزة كمبيوتر محمولة، لابتوبات، آيبادز، أو حتى الهواتف. طبعاً أنا أقول الوضع المثالي، لكن إحنا أغلبنا يستخدم يمكن في المكتب كمبيوتر اللي يوفره للعمل، في البيت يمكن انت الايباد مالك او اللابتوب او التليفون. لكن هذه اساسيات لازم تكون موجوده، ان الادوات يجب ان تتوافر، والاهم شبكات الاتصال. احنا لاحظنا يمكن بعض الحالات اول ما بدينا مثلا التعليم، مدارس استمرت عن بعد، كان مهم جدا ان تم تقويه شبكات الاتصالات، وهذه اللي تمت. وايضا حتى في كثير من الاعمال انت يجب ان تهيئ الارضيه كامله على اساس تبدا تنفذ الخطه او الفكره اللي انت قاعد تتجه لها. وفي العمل عن بعد لازم هذه الفونديشن التقني يكون جاهز. في اي منظومه ناجحه لازم يكون هناك قائد ناجح. هذه معادلة لا يمكن الإخلال فيها. إذا شفتوا منظومة قاعد تمشي بنجاح والقائد مو بناجح، هذه حالة جدا شاذة وغريبة. بالتالي عشان تكون عملية العمل عن بعد ناجحة، لازم في هناك دور مهم يتمثل فيه القائد، لأن النجاح الكبير لتطبيق هذه الآلية يعتمد على
قائد المنظومه. اول شيء على اساس ان احنا نمشي بشكل سليم لازم ان يتم تطويع التشريعات والقوانين والقرارات والسياسات على اساس تدعم اسلوب العمل الجديد. ما ينفع ان انا اطبق العمل عن بعد واقول ان اوكي فلان يقعد في البيت وعلانه لا بالنسبه هالقعد وذي، والتشريعات اللي عندي في اللوائح الاداريه ما تخدمني. فهني بيكون عندنا تناقض، وهني كان احنا قاعدين نعمل خارج اطار خلينا نقول العمل القانوني او الاطار اللي يحدد شرعيه اللي احنا قاعدين نقوم فيه. بالتالي خلال ازمه كورونا كثير من هذه القرارات، كثير من هذه السياسات تم تطويعها، تم تعديلها، وانتم تشوفون من خلال الابديت اللي دائما نقوم فيه جهاز الخدمه المدنيه والتعليمات اللي تطلع، بحيث ان هي تدخل عامل المرونه وتضبط العمليه بما يخدم الشخص اللي قاعد يطبقها سواء صاحب قرار في العمل او مسؤول او حتى الموظفين. القائد دوره مهم في الاشراف والتوجيه. اليوم ما يصير انا اقول حق موظفين يروحوا خلاص اشتغلوا من البيت وخلاص واهدهم، نفس ما نقول هدد. زين انا شنو دوري؟ ايش حددت لهم؟ زين الموظف قاعد في البيت هل في باله المسؤول ماله قاعد يتابع بشكل يومي؟ ام انه لا لا يعني، فبالتالي انا بتكاسل وبتخذ. المهم جدا ان في يكون هناك اشراف ومتابعه وتوجيه وتصحيح مسارات. زين في ظروف صعبه، في ازمات، ينصح دائما ان احنا نبتعد عن الرسميات الجامده والروتين في تعاملاتنا في العمل. اليوم احنا نتكلم عن ازمه، الازمه تتطلب تكاتف، احنا قاعد نعمل في قطاعات حكوميه، القطاعات هذه تخدم الدوله. اي اخلال او تعثر فيها احنا قاعدين نضر بمنظومه العمل الحكومي ونتائجها، ما قاعد نخدمها. بالتالي لازم كلنا نعمل كاننا رجل واحد على اساس ان احنا نضمن ديمومه العمل بما يحقق اهداف البلد. ولما تحقق اهداف البلد انت قاعد تخدم المجتمع وقاعد تحقق انجازات. بالتالي اذا احنا نبي نعمل بشكل صحيح وخاصه من خلال عملنا عن بعد وتواصلنا عن خلال التطبيقات، لازم نعمل باسلوب جو العائله، الجو الودي في مواقع العمل. وكثير من الجهات لو الواحد يتتبع ويتمعن قاعد تتجه الى هذا النمط من العمل، بحيث انه ما في هناك ما بقول حواجز او رسميات كثيره بين افراد المنظومه الواحده، كلهم يشتغلون على قلب وكلهم في تعاون، ويعني سير العمليات يتم بسلاسه. وهذه هني دور القائد مهم جدا في صنع هذه البيئه الايجابيه للعمل. طبعا الناس عن بعد قاعد تشتغل في هناك وتتباين المسؤوليات، يمكن البعض شغله خفيف، البعض شغله انتنس والارت على 24 ساعه. فبالتالي مهم جدا انت كقائد ان انت تبدي التقدير الدائم، وان انت تحافظ على معنويات موظفينك وترفع يعني ثقتهم بنفسهم، والأهم أنهم يعرفون أن وراهم قائد قاعد يقدر المجهود اللي يقومون فيه، حتى لو ما كانوا يشوفونه يعني أمامه لكن قاعد يشوفونه وتواصلون معاه من خلال التطبيقات اللي قاعد نستخدمها. طبعا نقطة جدا مهمة، المهام لازم توزع بشكل منصف وتم فيها مراعاة قدرات الفرد أو المجموعة. الهدف منها أول شيء أنه لا تخلق نوع من يعني الحساسية بين الموظفين أو الغبن أنه فلان شغله أقل مني وأنا أشتغل أكثر منه. وفي جانب ثاني أيضا الناس اللي قاعد تعطى مسؤولية أكبر وتعطى مهام أكثر أنها هي ما ترهقهم بهاي العمل، لأن أنت لما تضغط على فرد معين وتركز العمل عليه فترة بيشتغل يوم يومين أسبوع بحماس، وبعدين بتشوف الحماس دي ينزل وبيبتدي يحس إنه أوكي ما في هالبلد إلا هالولد، ساعاته غيري وهالأمور دي كلها. فهني القائد دوره مهم في العملية في صناعة هذا التواصل. طيب ذكرنا المنافع، ذكرنا الإيجابيات، ذكرنا التحديات. زين في هناك مخاوف ونتكلم بصراحة، من ضمنها هذه الأمور إذا احنا ما انتبهنا لها ممكن نسبب ضرر على المؤسسة، ممكن حتى الشخص نفسه نحوله من موظف كان منجز وأكتف إلى موظف متكاسل، حتى أصحاب القرار أو المسؤول ممكن
هني نكتشف قدرته على المواكبة، وهل هو بالفعل قادر أنه يدير المنظومة حتى على بعد، أو أنه لا عنده ضعف في هذا الجانب. طبعا المتابعة والتقييم تتطلب استمرارية دائمة، قد تكون بشكل يومي. أنت شلون أنا أضمن أن الموظفين قاعد يحققون إنجازهم؟ لازم أنا أتابعهم بشكل يومي، مو أن أنا أترك الموظف أسبوع شهر ما أدري عنه عقب أقول له وين إنجازك، لأن على طول الرد جاهز، ما قلتوا لي، ما أدري، ما حد تابعني. هذه خطأ منه، لكن بعد الإدارة عليها دور أنها تتابع ولا تترك الحبل على الغارب. في تحدي مستمر واجهناه في موضوع العمل عن بعد، ان الموظف لما يكون في البيت او اي مكان قاعد يشتغل فيه عن بعد، في مصادر لها عديده ممكن يشوفها في محيطه. في موظف قاعد على اللابتوب مشغل البلاي ستيشن قاعد يلعب، في موظف قاعد في قهوه، يعني في ملهيات كثيره. فبالتالي الموظف الملتزم والحريص على الانجاز لازم انه يتجنب هذه الملهيات ولا تاثر على انتاجه وعطائه اليومي. بعد واجهتنا مشكله في ان اوكي في ناس تنجز، لكن مو بالجوده اللي احنا نعرفها عندما كان العمل من المكتب. هذه بعد تحدي لازم لا يغفل عنه. انت اليوم حتى لو انت تعمل عن بعد، يفترض ان انت مرتاح اصلا، لا انت يعني في المكتب مقيد بحدود، يفترض ان الانجاز يكون اعلى، الكواليتي يكون اكثر. وبعض الدراسات بينت ان في مؤسسات معينه كان الكواليتي اكثر، وكان الموظفين هم الحريصين انهم الانجاز مالهم يكون ذو كفاءه، على اساس انه يضمن انه يستمر في اسلوب العمل هذه. كثير من الشركات العالمية بدأت تطبق أسلوب العمل عن بعد، واعتبرته خلاص أسلوب مستخدم حتى لو ما كانت في هناك جائحة، لأن بينت النتائج أن في حرص من الموظفين على أساس أنه يؤدي وينجز بشكل يعني ذو كفاءة عالية، عشان يضمن حريته من حدود هذه المكتب. وهذا شيء ما في خطأ، احنا نتكلم بصراحة. انت اليوم لما انت انا عم امنحك الحرية في التحرك في التقييم بوقت معين، لكن أطالبك بإنجاز وكواليتي عالي أعلى من اللي أنت كنت تقدمه في المكتب وتحقق لي، أعتقد أن من العدالة أن هذه الضغوط والقيود أن هي شوي شوي تختفي. طبعا في تخوف كان من تجهيز بيئة العمل من خلال توفير الأجهزة، برامج الدعم الفني، حتى وإن إحنا قاعد نشتغل أونلاين لازم، مهم جدا أن يكون عندنا فريق قوي يدعمنا فنيا لو صارت اي مشكله في الشبكات، لو صارت اي مشكله يعني في التواصل. طيب زين، احنا الحين نتكلم عن افراد وشلون القاده او المدراء او المسؤولين يتعاملون معاهم. طيب احنا عندنا مشكله احيانا مع السياسات نفسها، مع الاجراءاتنا الاداريه وطريقه انتاجنا، ممكن يعني هذه الإجراءات والسياسات ما قاعد تتناسب مع التحول الرقمي اللي احنا نشوفه. بالتالي لازم احنا نطور كل سياساتنا على أساس تواكب الحاجة الحالية اللي تسببت فيها الأزمة. طبعا الصورة يمكن روحها تعبر عن نفسها، واحد حاط اللابتوب ماله على السرير بيشتغل وهو نايم، وتصير هذه. طيب نتكلم عن الوظائف اللي ما تحتاج الى مكاتب. كثير من الوظائف احنا اكتشفنا في خلال كورونا ان هي كانت ممكن تصير بدون مكاتب، يعني في الاساس يعني كانت ممكن تصير فيرتشوال، تصير عن بعد. بعض الناس كانوا يطبقونها، يعني مثلا عندنا البرمجه وصناعه التطبيقات الابلكيشنز، هل تحتاج للشخص يكون موجود في مكتب وينفذها؟ لا. بعض المصممين والمهندسين سواء جرافيكس انفوجرافيكس المخططات الهندسيه ما تحتاج الى وجود في مكتب هندسي عشان يشتغل، تحتاج انه عنده الادوات المتاحه انه هو يطلع بالانجاز من وراء عمله. صناعه المؤثرات السينمائيه، الكاستمر سيرفيس، خدمه العملاء. كان قبل عندنا في مواقع العمل مثلا كول سنتر او موظفين مخصصين حق خدمة العملاء. اليوم يمكن بعضكم جرب في أغلب الوزارات الخدمية طبقوا آلية أوكي، الموظف خاصة اللي معنيين بخدمة العملاء
وبعض القطاعات اللي فيها تساؤلات وحضور العملاء بشكل كثيف جدا، تحولت التلفونات المكتبية إلى التلفونات الخاصة للموظفين، ويمكن البعض توفرت لهم أجهزة هواتف وبدلات لها، حيث أن الموظف يكون في بيته أو برا خلال ساعات العمل المعينة، وتتحول التلفونات التي على المكتب على تلفوناته، وهو يجب أن يجيب ويجاوب على الاستفسارات من العملاء أو يقدم الخدمة أو يساعدهم في تقديم الخدمة. أنا أتكلم عن أسلوب طبق ويمكن عايشناه وشفناه، يعني أنا شخصياً صار لي موقف واكتشفت أن الموظفين قاعدين في بيوتهم لكن قاعدين خلال ساعات عمل ويردون على العملاء ويقومون بالخدمة ويسهلون الأمور. طبعا قبل كثير من الشركات حولت الكول سنترز إلى حتى مكاتب خارج مواقع العمل نفسها، يعني مثل أغلب البنوك، احنا يعني مثلا البنوك في البحرين تصل في الكول سنتر، الكول سنتر يرد عليك من دولة ثانية، فبالتالي هذه ما يحتاج مكتب، يحتاج فقط أن نوفر التقنيات. التدريس والمحاضرات والكتابة والصحافة والترجمة وإدخال البيانات. أوكي، موضوع التدريس يمكن في جدلية كبيرة عليه. طبعا مهم جدا، احنا قناعاتنا كأولياء أمور مهم أن الطالب يكون موجود في الصف، لكن خلال الأزمة لو ما كانت متوفرة عندنا الخيارات الإلكترونية والتطبيقات واتجهنا هذا التوجه، ورغم الصعوبات اللي كانت موجودة وتم حلها، كان المتضرر الكبير هم عيالنا. والحمد لله ما وصلنا لهالمرحلة، يمكن خلنا نقول نسبة النجاح كبيرة مقارنة ببعض الصعوبات اللي وجدت، لكن يعني قدرنا نتخطى هالموضوع من خلال الاعتماد على التطبيقات. لكن أيضا مجالات التدريس اليوم، أنت ممكن تدخل على أي كورس تدريبي أو أي مادة علمية، ممكن تأخذها بطريقة تعلم عن بعد، الفيرتشوال، تتخاطب مع مدرس أو محاضر مباشرة، وغيرها من هذه الأمور. صناعة المحتوى أيضا، المنصات الرقمية ما يحتاج مكاتب، مجرد الأدوات تكون متوفرة عندك وأنت قادر على تنفيذ المطلوب. طيب السؤال المهم اللي يطرح نفسه، شنو وظائف المستقبل؟ الكورونا بينت لنا أن في وظائف ممكن أن هي تنمحي، وظائف ممكن أن هي تختفي، وفي وظائف أن هي يعني بتطلع وتستجد على الساحة. طبعا لو ندخل على النت ونكتب وظائف المستقبل، بتشوفون بحر كبير من يعني التوقعات والتنبؤات حق كثير من الباحثين، شلون الوظائف بيكون شكلها بعد هذه الأزمات اللي مرينا فيها. بعرض لكم أنا فيديو قصير يتكلم عن هالموضوع، فيديو جدا يعني مشوق، ممكن يعطينا لمحة عن شلون قاعدين يفكرون في وظائف المستقبل بعد هذه الأزمات. ولاحظوا يمكن في بعض الجوانب اللي يمكن البعض يخاف منها، إن في وظائف بتختفي، في وظائف يمكن ما بيكون عليها طلب. ما بحرق عليكم الفيديو، بس خلينا نتابع. COVID-19 has reshaped the world in ways that will endure long after the pandemic ends. Remote work is here to stay. E-commerce is soaring. Automation is accelerating. Our research indicates that the mix of available jobs will change as a result, creating more urgency for training workers for the changes ahead. More than 100 million workers in our focus countries, or one in 16, may need to switch occupations by 2030. Job growth will be more heavily concentrated in high-skill jobs, while middle and low-skill jobs decline. The explosion in e-commerce set off a scramble for warehouse workers that is unlikely to stop. Investment in the green economy will increase the need for wind turbine technicians. Demand for photographers may grow to address our increasingly visual ways of communicating. Aging populations in many advanced economies will increase demand for nurses, home health aides, and hearing aid technicians. Teachers and training instructors will also continue to find work over the coming decade. But the forces unleashed by COVID-19 have put other jobs at risk. Business travel is... COVID-19
COVID-19 has reshaped the world. Instructors will also continue to find work over the coming decade. But the forces unleashed by COVID-19 have put other jobs at risk. Business travel is unlikely to recover quickly, and that affects flight attendants, airline mechanics, and baggage handlers. Use of self-checkout stands accelerated during the pandemic, displacing some grocery store clerks. Companies have deployed robotics to process routine paperwork, replacing office workers. We are entering an era of occupational transitions, an era that demands answers to three key questions. What new approaches to training can support the millions of people making these transitions? To protect the social fabric, what benefits, such as sick leave and unemployment insurance, are needed for all workers, including gig workers? Can business and government leaders come together to create solutions, not only for navigating the pandemic, but for navigating the post-pandemic world of work? يعني يمكن البعض يتخوف من الفيديو انه يعني في هناك بعض الوظائف اسمه نقول بيرشت اختفت. يمكن هذا حصل في كثير من الدول الأجنبية وزادت البطالة وناس تضررت ويمكن البحرين اللي ميزها ان الحرص حرص القيادة وحرص الحكومة ان نحافظ على وظائف الناس، نحافظ على الناس، نحافظ على صحتهم، كان لمستوى عالي جدا، والحمد لله نجحت في هذا الجانب. حتى أيضا القطاع الخاص تمت فيه الحكومة مشكورة بقيادة الأمير سلمان. لكن الفيديو يعطينا فكرة أن المستقبل قاعد يحمل أشياء مختلفة عن الروتين اللي احنا تعودنا عليه في وظائف بتكون هامة جداً. يمكن شفنا يمكن حتى التصوير والمحتوى الإلكتروني والفيديوز من الأشياء اللي صارت مهمة جداً وما نقدر نستغني عنها في حياتنا. لكن يمكن اليوم موضوعنا قاعد نتكلم عن العمل عن بعد ومكاتبنا الافتراضية وغيرها. الواحد منا يفكر، احنا طبعا الحين دشينا الضوء الاخضر ورجعنا لاعمالنا بشكل كامل، بالتالي هل اللي سويناه، اللجوء للتطبيقات الالكترونيه، الاجتماعات والعمل عن بعد، هل هذه كانت حلول مؤقته ام انها هي حاجه للمستقبل؟ احنا يفترض ان احنا نحدد احتياجنا لمثل هذه التقنيات. يمكن انا اتكلم عن يمكن مع الإدارة العامة، إحنا لليوم أوكي نعقد اجتماعاتنا حتى وإحنا بمكاتبنا أحياناً عن طريق الاجتماعات المرئية، هي أسهل في التواصل، أسهل ممكن فرد ما يكون موجود عنده ظرف يكون موجود ويانا في الاجتماع أونلاين. بالتالي من الخطأ، إحنا يمكن ذكرنا في محاضرة سابقة معنية بإدارة الأزمات أو إدارة ما بعد الصدمة، إن الحلول اللي ساعدتنا على تخطي الأزمات وسهلت لنا الأمور، من الخطأ إن إحنا خلاص وقت انتهاء الأزمة إن إحنا خلاص نحطها في الصندوق ونقفل عليها وما نستخدمها. بالعكس، هذه الحلول تعطيك أفق أوسع إن شنو أنا ممكن أطور في المستقبل، وشنو ممكن إن أنا أخلق من وظائف جديدة، شنو ممكن أنا أعدل في عملي، في آليات العمل، في الهيكل وغيرها. والجميل إحنا عندنا في البحرين في القطاع الحكومي إن إحنا نعمل بأسلوب المهم في المحافظة على كوادرنا البشرية والمحافظة على الإنسان. وهذا مو بشيء أنا أقوله، هذا شيء أنتم تعرفونه وشفتوه بعينكم من خلال تحركات الحكومة وحرصها. أنا عشان ألخص اللي سويناه احنا او قلناه كله في هالمحاضرة، وان شاء الله ما اكون طولت عليكم، هذا الفيديو بيصير بيشرح ابرز الاشياء اللي ناقشناها وبيلخص لنا الموضوع اللي تكلمنا اليوم عن آلية العمل عن بعد. Thank you.
شاكر لكم ويعطيكم العافيه وسامحونا على الاطاله واترك. شكرا جزيلا للاستاذ فيصل الشيخ على المعلومات القيمه والخاصه بموضوع العمل عن بعد حاجه وقتيه ام ضروره مستقبليه. وردتنا بعض الاسئله اللي هو كان في السؤال الاول، هو رغم الايجابيات العديده لتطبيق اليه العمل عن بعد الا ان هناك بعض السلبيات المرتبطه بضبط الاداء ومنع التسيب، كيف يمكن التعامل مع هذه السلبيات؟ شوف نتكلم بصراحة، الضغط 100% صعب جدا. أنت حتى والموظفين هم في دوامهم دوام كامل مو بعمل عن بعد في مكاتبهم، من الصعب جدا أنك تضبط. يمكن النظرة الكلاسيكية والنظرة القديمة بسالفة أنا بصمة وحضور وهل وقت يدش وهل وقت يطلع، أوكي وضحت بطريقة أنه حق عملية ضبط يعني او ضمان التزام الموظفين في وجودهم الفيزيائي داخل مواقع العمل. لكن انا يعني يمكن كقناعه شخصيه او من خلال تجارب اداريه، ترى انت ممكن تحكر الموظف من سبع عمليه ان انا اربط تقييم الموظف او تقديري له او حكمي على عمله من خلال دخول في وقت وانصراف في وقت، يمكن نظرة كلاسيكية قديمة، لأن ما أثبتت صحتها. أنا اليوم أبحث عن الإنتاج، وبالتالي العمل عن بعد بيّن لنا أنه أو ميز بين جهود بعض الموظفين، في هناك إنتاج عالي للبعض وفي البعض يمكن تكاسل. ليش دي أنا أرجع لي دور القائد ودور المسؤول المباشر، انه عليه انه يتابع بشكل يومي، عليه انه يكلف بالمهام، عليه انه يذكر فيها. ترى انت يعني ما يعني مو بعمليه مرهقه او شاقه ان انت كل يوم تعقد اجتماع مع التيم مالك، اجتماع اونلاين تحدد المهام، في ديدلاينز لاخر اليوم، في مهام يوميه، ما في خلينا نقول وضع ما له حلول، لا في حلول، لكن يعتمد علينا احنا، يعتمد عليك انت كمسؤول شلون تتابع، يعتمد انت عليك كموظف شنو انت شلون تنظر لوظيفتك وشنو تؤمن فيها بما يتعلق موضوع الانجاز. طيب وردنا السؤال ايضا من احد المشاهدين في اليوتيوب، يقول السؤال هو كيف يمكن احتساب نسبه الانتاجيه للموظف خلال عمله عن بعد؟ في البرزنتيشن ذكرنا ان لما انت تبدا التنفيذ تبدا بعمليه التخطيط، والتخطيط هذه تبرمج فيه كثير من الامور، موضوع الاهداف اللي انت بتحطها سواء انت كقائد او، ومهم ان قلنا ان الاهداف الفرد الشخص نفسه انه يكتبها، وتر تنربط هذه الاهداف بادوات قياس، من ضمن الادوات القياس هي الانجاز المتوقع والمدى الزمني. انت لازم تحط مدى زمني، إذا ما حطيت مدى زمني خلاص أنت قاعد انفينت العمل، يعني المهمة اللي تبيها ممكن ينجزها لك في سنة، أنت تبيها في يوم أو تبيها في أسبوع. فتحديد المدى الزمني مهم، وهذه احنا نسميها السمارت جولز، الأهداف الذكية، أنه لازم يكون لها قياس، لازم يكون لها مدى زمني يحدد متى تبدأ متى تنتهي. في سؤال ثالث بعد يقول كثير من العاملين في قطاعات مختلفة في دول أجنبية تضرروا جراء الجائحة، خاصة بعد تطبيق الأتمتة في كثير من المجالات، هل سيكون الاتجاه لهذه الأساليب مهددا لوظائف كثيرة من البشر؟ يعني هل هذا تحدي العالم؟ أي شوف في تعليق إن الصوت قطع والنت، وهو أكبر تحدي للعمل هو بالفعل. سمعوني حين محمد؟ إيه أسمعك. وللأسف كان صادتنا مشكلة تقنية، كانوا يحاولون يحلونها من ساعة في الكونكشن مال الإنترنت، بس نضطر أن نتأقلم مع الوضع اللي موجود. أوكي. ساعات يعني هذا الوضع المتاح فأنت يعني تتأقلم معه. شوف كثير من الناس فقدت وظائفها في حول العالم، أمريكا أكبر مثال. فهذه الأضرار تصير وقت الأزمات.
ما أقدر أتكلم عن يعني إحنا شنو سياساتنا، لكن واضح إن البحرين من خلال الإجراءات اللي تتم، من خلال كلام جلالة الملك، كلام سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، إن العنصر البشري هو الأهم، هو ثرواتنا الحقيقية، وبالتالي الحفاظ على الناس هو المهم. وما شفنا أحد تضرر في القطاعات الحكومية أبداً، وبالعكس الحكومة دعمت القطاعات الخاصة لضمان يعني أعمال البحرينيين ودعمهم الأمور. الحمد لله أنا أقول البحرين كتجربة ناجحة في التعامل مع أزمة مثل كورونا، بحيث أن هي تحافظ على كوادرها البشرية وتحافظ على المواطنين وسلامتهم، يعني نجحت نجاح الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا عليه. لكن في الدول الثانية يعني شفنا أضرار كثيرة، يعني على خاصة على مستوى القطاع الخاص، من إغلاق شركات وتسريح موظفين. يعني نتمنى أن هذه الأمور ما توصل لبلادنا يعني الخليجية والعربية. وردنا بعد استفسار هني من أستاذة منى، واستفسار يقول بخصوص العمل، واجهتنا صعوبات وتحديات بالنسبة للأم العاملة، حيث أن تقول وجدت تحدي في وصعوبة تحديد جدول زمني في البيت، فما رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا بالنسبة للمرأة كان لها وضع خاص في البحرين، يعني كان جلالة الملك الله يحفظها وجه أنها تعمل من منزل، خاصة المرأة اللي عندها أبناء، لأن يعني اضطرينا يعني اضطرت العوائل وخاصة الأمهات أن يدرسون عيالهم ويتابعونهم من خلال يعني التدريس الإلكتروني، وهذه كانت لفتة جدا مهمة من جلالة الملك الله يحفظها. يمكن رصدت هناك بعض الأماكن العمل اللي يعني كان في هناك قصور في التطبيق الكامل لهالجانب، وهذه اللي يمكن يعني أثار بعض الاستياء من ضمن حالات وهالأمور. يمكن البعض أن شغلها كان مهم جدا بحيث أنه ما كانوا يقدرون يستغنون عنها، لكن أنا في رأيي كان التوجيه واضح. كثير من القطاعات يعني امتثلت الأمر الملكي السامي وتساعدت مع المرأة العاملة، وكانت هذه واحدة من اللفتات اللي ميزت طريقة التعامل في البحرين، خاصة بمراعاة يعني وضعية الموظفة وربطها بوضعية أبنائها من خلال التدريس والتعليم. السؤال الأخير يقول لك، هو العودة للحياة الطبيعية الآن فرضت العودة للعمل بنسبة 100%، فهل سنشهد تخليا عن اعتماد الآليات التي اتبعناها خلال الجائحة؟ طبعاً يعني هذا الجواب يجاوب عليه الفريق الطبي أو فريق البحرين، يعني هم الأخبر وأهل الاختصاص. يعني يمكن إحنا من الخطأ شوي، يعني أنا كان قدمت محاضرة في مفهوم معين، لكن ما عندي كل الإجابات لأن مو تخصصي دي، وخاصة في إدارة الأزمات. يمكن إحنا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن من المهم جدا أن يعني صدور المعلومة والتوجيهات في وقت الأزمات تكون من جهة مركزية، على أساس إحنا نمنع التأويل، نمنع شائعات، نمنع يعني تفسيرات الغير صحيحة. لكن اللي قاعدين نشوفه ان البحرين تعاملت بذكاء مع الازمه، مرت بصعوبات كانت على قدر المسؤوليه في امور تخرج عن يدك، سواء من ناحيه الاصابات او حتى الوفيات. هذه امور مو بيد الواحد، لو يتمنى ما في انسان واحد يتضرر في البحرين، لكن في هناك ازمه انت تعاملت معها بطريقه. اسلوب البحرين لو كان مو بأسلوب صحيح كان يمكن الأضرار كبيرة، لكن الحمد لله بفضل الله أنه وصلنا لهالمستوى. الحين إحنا رجعنا للضوء الأخضر مع في ظل انتشار اللي هو أومكرون المتحور، يمكن النوع الثالث من كورونا، واللي كثير من يعني الباحثين في العالم بالأخص الدكتور فاوتشي من أمريكا كان يتكلم قبل عدة أيام أنه طبعا سريع الانتشار لكن غير مميت بالنسبة لمتحور دلتا أو أومكرون الأصلي، وبالتالي انتشاره سريع مع الريكفري السريع اللي
اللي يصير معاه يعني خلال 5 أيام بالكثير 7، الناس تتعافى، فهذا يخلق مناعة. بالتالي العودة للضوء الأخضر يعني أمر محسوب، أنا متأكد من الفريق الطبي ومستمر يعني النصائح والإرشادات في موضوع الاحترازات. اليوم لبس الكمام صار ثقافة بالنسبة لنا، يعني اليوم أنت تطلع برا أوتوماتيكلي قاعد تلبس كمام، دش مكان تلبس كمام، صار ثقافة وقائية بالنسبة لك، إنه حرصا لعدم اصابتك بعدوى. حتى في موضوع المطاعم في هناك تباعد، هالامور دي كلها صارت جزء من الثقافه. افترض نحن داخلين مرحله ان معاها ينحصر الوباء ان شاء الله ونرجع لحياتنا الطبيعيه، لكن ارجع واقول يمكن موضوع محاضراتنا ان التطبيقات اللي استخدمناها، انظمه العمل، العمل عن بعد، كل هالامور دي كلها ما لازم تنتهي بزوال المسبب او المسوغ لظهورها. يعني اليوم انا ممكن كثير من الاعمال ان ليش لا ان هي تكون من المنزل، طالما الانتاجيه نفسها وممكن الانتاجيه تكون اكبر. المرونه مهمه جدا، الاستفاده من التكنولوجيا مهمه جدا، تعديل الهياكل، تغيير بعض الوظائف، لكن مع استخدام الذكي لهذه التكنولوجيا ترى احنا واكبنا العالم فيما اتجه له من خلال استخدام التطبيقات. مضطرين بسبب وجود كورونا، نتذكر هالشيء، اضطرينا نستخدم هالامور بسبب كورونا. العالم بيستمر، العالم متطور والممارسات الذكيه تحتم انه تستمر في مثل هذه الحلول الذكيه والاستخدامات الذكيه للتقنيات ووسائل الاتصال وغيرها. وبالتالي التحذير كان انه لو راحت كورونا واختفت، خطأ كبير جدا بنطيح فيه إذا رجعنا لأساليب العمل الماضية والسابقة. ترى احنا اليوم أغلب الخدمات الحكومية تحولت إلكترونيا عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية، مو معناته إذا ما عندنا أزمات وما عندنا كورونا نرجع للروتين السابق أو النمط السابق، لا، العالم يتطور يمضي للأمام. بالتالي اللي تعلمناه من خلال هذه الأزمة واستخدمناه واستخدمت البشرية بذكاء وطوعته لتكون أداة قوية ما تتعطل أمامها أي عمليات أو ممارسات أو اقتصاد أو صحة وغيرها، يجب أن نمضي فيه، نبني عليه ونطور المستقبل، لأن احنا اليوم نحمل مسؤولية كبيرة تجاه الأجيال القادمة. هذه إرث معرفي لازم احنا نورث لهم، وهذه مسؤولية لازم نتحمل نكون قدها، على أساس لا تأتي الأجيال القادمة وتقول كنا في فترة تقدمنا ورجعنا نحن للخلف أو تخلفنا. أعتقد وصلنا حق ختام فقرتنا أو محاضرتنا لليوم أستاذ فيصل، ما قصر، كل الشكر والتقدير لك، أحد أعمدة وشركاء معهد الإدارة العامة على هذه المحاضرة القيمة. الأخوة والأخوات الأفاضل، أشكركم لحسن استماعكم لمشاركتكم وتفاعلكم في هذه المحاضرة. نحب ننوه للجميع أن بيوصل لكم رابط تقييم المحاضرة، بالإضافة أن هذه المحاضرة مسجلة ومتاحة للجميع من خلال منصة بيبازون من الموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة العامة اللي هو www.bipa.gov.bh. شكرا لكم ودمتم في حفظ الله.